سموحه رغم ان هو يمتلك كل شيء لكن حصل له هزات. مظبوط. يعني كان موسم اللي قبل اللي فات وصل مربع ذهبي. لا ده وصل لعب الماتش النهائي على الدوري والنهائي على الكاس. ما طبعا لا وصل مربع ذهبي ولعب الاهلي على الدوري وفرق الاهداف هدف هو هدف اعتباري. خلاص بقى ما تبقاش قلبك ابيض كده. هدف اعتباري او هدف لا مش هدف ايه الهدف الاعتباري هدف اعتباري احنا والاتحاد الدولي اتحاد الفيفا ما بيعترفش بالهدف ايه هو اللي هدف الاعتباري الاهلي كسب اعتباري. مش عارف ما كسبش 4-0 كويس هدف مش عارف اعتباري. ايه فاتقال لك انه الماتش الاخير الاهلي وسموحه التعادل في مصلحه الاهلي اللي سموحه اللي بيحكي لحضرتك ده هدف اعتباري المفروض تقام مباراه فاصله بس خلاص ماشي يعني ربنا يحلل الدوري على الاهلي ساعتها ووصل لنهائي الكاس كمان ضربنا قبل الماتش مظبوط فكان واصل للقمه كلنا قلنا ان الموسم اللي جاي احدى البطولتين بتوع سموحه ثم مره واحده حصل نزيف لبعض اللاعبين حضراتكم فرطتوا في بعض اللاعبين وبعتوهم لا هقول انا هقول لك انا عايز اقول لحضرتك الصراحه تمام بدون ما اتكلم على اسماء ولا حاجه اتفضل حضرتك السنه اللي احنا كان عندنا فيها الفريق ده كان الفريق ده يقدر يكسب بطوله افريقيا مظبوط الفريق ده اختاره مجلس اداره نادي سموحه منفردا بالاستعانه بناس هقولها قدام حضرتك ميمي عبد الرازق وصلاح الناهي وعاطف وكابتن عاطف مدير الكره الحالي طبعا. احنا استعنا بارائهم كاراء استشاريه ممتاز. لكن احنا اللي اخترنا اللعيبه دي 100% هاي 100% كويس ايه اللي حصل بقى السنه بقى اللي وراها احنا اعتمدنا على الاجهزه الفنيه في اختيار اللاعبين فاحنا رشحنا لعيبه السنه اللي وراها بقت هي نجوم الدوري لكن الجهاز الفني اختار لعيبه تانية لا اختار لعيبه تانية خالص وبرده حتى الافارقه كنا احنا اللي جايبين جدون اطرام وصموا الافوم اللي هم اتباعوا بمبالغ كبيره قوي مزبوط. لكن السنه اللي وراها احنا قلنا ايه الاعلام الرياضي بقى عمال يقول ايه ده بيتدخلوا في عمل الجهاز الفني بيختاروا اللعيبه ده مش عارف فسبتوها ايه فسبتوها للجهاز الفني سبناها للجهاز الفني كنا هننزل كنا هنهبط صحيح كنا صحيح. هنهبط صحيح انا بصراحه واحد من الناس اللي حزين إيه؟ على المستوى انا بحكي لحضرتك ده اللي حصل تمام السنه بقى اللي وراها 80% او 90% من الاختيارات كانت اختيارات مجلس اداره النادي بالاستعانه بنفسك الناس دول تمام نعم تمام عاطف حنفي عشان اكون كده إيه ميمي عبد الرازق صلاح الناهي عاطف انا بحكي لحضرتك بالظبط تمام يا فندم ده اللي حصل السنه دي بقى عندنا لعيبه ازعم ان لعيبه سموحه ما تقلش عن الاهلي ولا الزمالك الحقيقه لكن احنا لما طلعنا من البطوله الافريقيه بالفريق كان لسه الفريق بتاعنا اللي هو اللي كان يعني مش على مستوى الفريق ده فالعمليه خدت وقت في عمليه التجانس بين تمام. الفرقه دي والفرقه صحيح. دي صحيح زائد ان احنا برضو ما اقدرش اقول لك قابلنا بعض الصعوبات الاداريه قابلنا بعض الصعوبات التحكيميه لكن يعني لكن مجمل انا كنت متوقع ان الفرقه تحصل على مركز افضل من الرابع وما زلت عندي امل ان تحصل على الثالث لكن انا كنت شايف لا انا مش املي كده خلاص انا املي ان الموسم اللي جاي الاقي السنه بقى الجايه السنه الجايه احنا هنقدم فرقه على مستوى جامد جدا وهقول لسيادتك على حاجه هو قدام الناس كلها فضل. احسن لاعب كره قدم هيكون في مصر ناشئ من سموحه السنه الجايه السنه الجايه طب الحرف الاول من اسمه نون نون طيب انتظر النون السنه الجايه